بسم الله الرحمن الرحيم. تنمير طبعا في الأول كول. الأجواء بالنسبة للأجواء كانت جميلة جدا اليوم. بالنسبة لمباراة اليوم ما بين أساريا والجزيرة كانت أجواء جميلة جدا. جمهور فرحنا أنه هو عاد من جديد لصالة زوارة بعد توقف دام 5 سنين. فرحنا احنا طبعا في نادي أساريا أول نادي يلعب مباراة رسمية هنا في زوارة بعد الثورة. طبعا تمنينا أن احنا الأهلي والاتحاد كانوا موجودين كل واحد بظرفة. بالنسبة لمستوى المباراة كان ممتاز جدا. أداء الرياضيين سواء الليبيين ولا المحترفين كان كويس. أما بالنسبة لطبعا الحاجة الثالثة اللي هي بالنسبة لتنظيم البطولة كانت أجواء جميلة. الصالة لقيناها على تم الاستعداد لاستقبال الفرق الثلاثة اللي مفروض كانت بتجي. أجواء يعني تعتبر من أفضل التجمعات اللي لعبناها من الثلاثة الأولات، يعني سواء في طرابلس ولا في الزاوية ولا هنا في زوارة. كان تجمع زوارة من أفضل التجمعات كيف ما قلت لك ونعود لك. تمنينا أن احنا الأهلي والاتحاد كانوا موجودين وكل واحد بظرفه. شكرا لنادي الأهلي فريق نادي الجزيرة الاستضافة. شكرا جمهور نادي الجزيرة. تنمير تمدنا لتفرج عنده سيد نسو صحيته. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. مرحبا. شكرا.